اتكلمنا امبارح في كثير من فنيات الممتازبه يعني هنقول لكم النتائج وناخد التقارير برؤيه فنيه سريعه. نطير الى اسوان، اسوان التحرير، الزميل ممدوح رضوان كان متواجدا في ملعب المباراه وجاء لنا بهذا التقرير، تفضل يا خالد. بسم الله الرحمن الرحيم. انا زي ما بقول لك ببارك لهم على الاداء وبقول لهم هارد لك على النتيجه، كنا الاقدر بالفوز، اضعنا اهداف كتير، لعبنا على التفاصيل الصغيره اللي وراء الاجنحه والتقل اللي عند الموجود في العمق من نادي اسوان، وصلنا كتير، لكن زي ما بقول لك خبرات اللعيبه بتاعتي لو معانا لعيبه خبرات كان ممكن نستثمر الفرص اللي جت لنا، لكن بقول لفرقتي جود بلاي وعايزين نستمر على الريتم اللي شغالين عليه بقى لنا 4 ماتشات، الريتم ابتدى يعلى والانسجام ابتدى واضح، بندخل ناس وبنطلع ناس وبندور اللعيبه حسب احتياجات كل مباراه. والله المباراة كانت صعبة جدا بس الحمد لله عرفنا نطلع منها بنقطة وعملنا فترة اعداد كويسة جدا والحمد لله عملنا ماتش كويس والله الحمد لله يعني على البونت، بس يعني احنا كنا المفروض اصلا ناخد الثلاثة بونت دول، ضيعنا كتير بس في الاخر الحمد لله تعبنا الفترة اللي فاتت ديت وعملنا شغل كويس عشان كده ظهرنا بالشكل دوت في المباراة، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله وبدايه جديده من اول ماتش ده ان شاء الله وتكون فتره احسن اللي جايه باذن الله. الحمد لله تعادل بمكسب بطعم المكسب، فريق عنيد نادي اسوان على ارضه وسط جمهوره، فريق كبير طبعا على ارضه وسط جمهوره، بشكر اللعيبه الرجاله كان في كذا فرصه الشوط الاول والشوط الثاني، الحمد لله ان شاء الله يكون البونت ده دافع علينا الماتش الجاي باذن الله قدام بني سويف وربنا يقدم في الخير الماتش الجاي باذن الله، وبشكر الجهاز الفني وبشكر مجلس الاداره باذن الله والقادم افضل باذن الله لنادي التحرير ان شاء الله. الحمد لله شكرا لله، بنحمد ربنا ونشكره الحمد لله على النقطه النهارده من نادي اسوان، زي ما بيقولوا كده نقطه من بق الاسد، فريق متصدر البطوله. النهارده الماتش يعني كان بالنسبه لنا واحنا واخدينه عادي، عاملين حساب نادي اسوان نادي كبير ولاعيبه كويسه، بس الحمد لله احنا كنا قد المسؤوليه بكتير، بنستعد من بدري من بعد ما رجعنا من الاجازه بنتمرن الصبح اخر النهار، عارفين الماتش هيكون في حمل بدني عالي، كابتن محمد عبد الله وكابتن مردان عاملين معانا جهد عالي جدا والاداره، فبنشكر ربنا الحمد لله رب العالمين. بعتقد الماتشات لما الفرقه تبقى ماشيه كويس، كنا كسبنا 4 ماتشات ورا بعض، كان من مصلحتنا ما بقاش في توقف ونستمر في سلسله انتصارات، ولكن قدر الله ما شاء فعل والحمد لله على كل حاجه.